يا ابو فهد احنا فين ابو فهد؟ شلالات. فين الشلالات؟ اشتغلنا ابو فهد فين الشلالات دي؟ شاي ليبي بالبرمريه بالاخر. ازيكم يا جماعه؟ حلقه جايه من لف ودوق. النهارده يا جماعه ايه الفيديو مختلف شويه، هناخدكم معانا بقى ايه في لفه كده للفيوم. فيوم الناس بتروح بقى ايه تتبسط وصحراء وبحيرات وحاجات زي كده، بس احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا هنروح نشوف ايه الناس في الفيوم بياكلوا ايه. فده هدفنا النهارده. يعني معانا النهارده ايه مستر هشام وحسني من يوم ايه نوتوبيا، فاكرينه؟ حط لكم اللينك بتاع الفيديو فوق. ده بقى ايه الحقول المصريه الجميله، ودي قهوه تنظر انا عادي جدا مفيش اي مشكله. تعالوا بقى ايه نبتدي لفتنا ونشوف ايه اللي بيحصل. ما تيجي ندوق. طب يا جماعه احنا ايه وصلنا بقى ايه حاجه اسمها تونس هاوس. تونس هاوس دي اقرب حاجه لقريه تونس، صح؟ بالظبط كده. خدنا ساعه تقريبا في الطريق. المفروض بقى نفطر دلوقتي. تعال بقى نشوف ايه هنشوف موجود ايه على الفطار. الفطار وصل يا جماعه اهو. عسل ابيض وعسل اسود ومش وجبنه. الله الفطير يا جماعه ايه شكله ايه سخن وبيتكلم. ماشي تعالوا ندوب بقى ايه فطير لوحده كده الاول. فطير ايه متفاهمه ريحته حلوه صراحه. لا والله يا طارق ايه رايك؟ فطير بلدي اصلي جامد. مورق جامد. لا فطير لوحده عجبني اصلا. تخش بقى على ايه نبدا ايه جبنه البطماطم دي. جبنه البطماطم مش حاده قوي يعني تحس ان هي دلع كده خفيفه قوي كده. فتعال نخش بقى على ايه على المش. مش المفروض بقى ايه مش لوحده ايه حاسس ان هو حادق شويه او سبايسي مثلا. انا ما بشوف مش سبايسي لذيذ بس هو خفيف قوي. مش بس هو مش حلو بس هو خفيف كده وسبايسي شويه حراق. نخش بقى ايه على العسل. بس المش اظرف من الجبنه البطماطم صراحه. ده يبقى ايه العسل الابيض. خش كده اهو. ايوه على القشطه حسيت ان البتاع دي ناقصه قشطه. طبق قشطه فطير بالعسل جامد. بنخش بقى العسل الاسود. العسل شكله خفيف شويه بس ايه تعالوا ايه نديها ونشوف. طيب انا عاجبني العسل الابيض اكتر من العسل الاسود بصراحه. لا انا عاجبني العسل الاسود اكتر من العسل الابيض. ويلا عاجبها العسل الاسود. العسل الاسود احسن من الابيض. طيب انا صاحب القناه بقول ان العسل الابيض احسن من الاسود. والمش بالنسبه لي اظرف من الجبنه اللي بطماطم شويه. حاسس ان هو سبايسي شويه بس تمام يعني. ايوه ماي بس احسن من الجبنه البيضاء اللي بطماطم دي. انا بفكر بقى احط الفطار والغدا الاثنين ب 220 جنيه. مش عارف بقى ايه ثمنه ايه بس ده يجبري على الاثنين على بعضهم يعني. بس كده نكمل الفطار بقى ايه نخش على بعض. انزل لي بقى بالشاي يا باشا. انبوكسنج للبراد. ان رابنج للبراد. اقول لك حاجه نجرب كده واحده واحده. ايوه مين الاهل عايز يشرب شاي؟ ايوه خلاص مش هنصب الشاي النهارده خلاص. يا بنتي هو بينزل من تحت قبل كده. طب هو براد خلص عامه. بورينك براد مفيش شاي اساسا خلاص. الحمد لله يا جماعه بعد ايه بعد طول انتظار وعناء. خد يا طارق ادي كوبايه الشاي اهي. دلقنا ثلاث ارباع براد على الارض الحمد لله. ايه دلقنا كوبايتين شاي يا رب يكون مستاهل. بس طبعا الشاي تقيل شويه نديها كده اهو. مش قادر اقول لك السكر مظبوط. لا حلو نظبط الكلام كده ايه قبل ايه نطلع على الصحراء بقى. طب يا جماعه دلوقتي ايه نطلع بقى على الصحراء. معانا ايه ابو فهد هنا ايه. يا مرحبا والله شرفتونا ونورتونا حبيبنا. هيظبط لها الدنيا بقى كده اهو. ان شاء الله نخش محميه وادي الريان فيها كم مكان ان شاء الله نروح. يلا بينا. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. احنا كده في البحيرة الأولى. احنا في وادي الريان في حاجة اسمها البحيرة الأولى. حس ده ايه ده صدف حقيقي ولا ده والله حاجه حلوه. جبنا الاختراع ده كده يا جماعه معموله بالايد فحاجه حلوه يعني. طب
طب يا جماعه احنا وصلنا ايه منطقه ثانيه مش عارف هي ايه لغايه دلوقتي بعد ما ايه كسبان رمليه طالع نازل يا ابو فهد احنا فين ابو فهد شلالات فين الشلالات اشتغلنا ابو فهد فين الشلالات دي صحرا شلالات ايه بس يا ابو فهد ابو فهد وعدني في شلالات انا مش مصدق ممكن الاقي سمك كمان شويه مفيش مشكله ماشي يلا بينا واحده لبس ايه في الحر ده تظبط الكلام بس ما عندهمش دايت للاسف يلا بقى ايه نروح الشلالات نشوف ايه اللي بيحصل في هنا راجل ايه فنان ايوه الدين طب يا جماعه ايه دي منطقه بقى الشلالات زي ما انتم شايفين كده اهو ايه اللي الناس بتتصور معاها بقى ايه يعني هي شلالات بشر مش شلالات ميه حقيقه ناس كتير قوي تمام الجو بصراحه ايه حر معنينا لسه بقى في الشتاء ولا ايه مش عارف بقى الصيف عامل ازاي صراحه درجه حراره 23 ده 23 سنة. انا مش عارف حاسس ان اكتر 23 هنروح بقى دلوقتي على الشلال الصغير شلال فاروق هنشوف بقى ده بقى ايه الشلال بتاع فاروق ده شلال صغير كده اهو هتلاقيه فاضي خالص بقى اللي عايز يصور يعني ايه يجي هنا على طول بعد الشلال التاني بشويه يعني كده بقى ايه نروح على اللي جاي اللي هو ايه حاجه اسمها الماجيك ليك تعالوا نشوف دي يا جماعه حته اسمها ايه جبل المدوره يعني يعتبر احلى فيو هنا صراحه ممكن تتصور فيه حاجه حلوه بجد يعني كده خلصنا بقى ايه جبل المدوره ونروح بقى ايه على الماجيك ليك دلوقتي يلا بينا ده ابو فهد ودانا ايه في كامب عند الماجيك ليك يعني دي ايه المرحله اللي جايه نقعد بقى ايه في الصحراء شويه الصحراء جوه وان شاء الله نديها بقى اسمها قصر الرحاله نلعب فيها شويه في الموضوع. ماشي هناكل الفراخ امتى بقى بالليل ان شاء الله بالليل نتعشى هنا ماشي في الكامب احنا جوعنا والله ماشي يلا بينا هنا بقى ايه الحفره اللي ايه بيحطوا فيها الفراخ عشان ايه نجهز بقى ايه للعشاء نديها واحد بتيه بقى كده اهو حاجات بقى إيه. طب ناخد البتاي بعد اذنك بس الحقيقه محتاجين اي امدادات دلوقتي فايه البتيه في الصحراء يا جماعه جامد ما عندناش غيره كوكيز بقى ايه هوم ميد مقفوله ابو فهد يا جماعه يتهور ايوه يلا هوبا يلا بينا يا جماعه في مراجيح هنا يا جماعه في مراجيح هنطلع الجبل دلوقتي يا جماعه هنطلع الجبل ده زي ابو فهد اوبا ما احنا ايه لو وصلنا كده ايه سبوت بقى ايه نقعد بقى نشرب كوبايه شاي لحد ما الغدا يتعمل في بقى البوردز عشان اللي عايز يعمل ايه ساند بوردنج الاوزان اللي تسمح بكده يعني نولع بقى ايه الفحم عشان ايه نعمل الشاي صح يا ابو فهد ابو فهد يا جماعه عامل شغل عادي حاجه ايه اخر مزاج معمول بالبلح وفي هنا كوكيز في هنا بتيب الجبنه وفي هنا انجلش بريكفاست كيك بتيب الجبنه ما شاء الله يعني خروجه عائليه كده جميله معانا كل حاجه هزين جايبه العبد عند العبد سلمى عامله شكرا يا سلمى والله شاكرين والله فاحنا اشتغل اهو يا باشا والشاي على النار ده ايه بقى ايه الشاي الليبي نديها بقى ايه واحد شاي كده اهو
الله لا اخر مزاج صراحه شاي ليبي بالبرمريه بالاخر الشاي يا جماعه تحفه اخر رواق في وسط بقى الصحراء دي مع بقى بتيجي الجبنه بقى كمان يا جماعه الله كمان حاجه بيتي الله دي له شغل بقى ايه بعد بقى كوبايه الشاي تقعد بقى ايه تستمتع بالصمت بقى جو جميل جدا جينا لاحظت الحقيقه يا جماعه الفراخ يا ترى استوت ولا لا استوت ولا لا يا ابو فهد الفراخ احنا اهوت لسه في انتظارها احنا في اشتياق وانا اكتر استنى كده عشان نشم الريحه في ريحه فراخ عامه يعني ماشي لا شيء طب يا جماعه احنا نستنى كده ايه ونطلع فراخ سوا ايه ونديها بقى نستنى الفراخ بقى صديقتنا ستيلا اهي ستيلا برده في انتظار الفراخ خير يا جماعه ايه نطلع بقى الفراخ ونديها الاكل وصل الاكل وصل يا جماعه اخيرا يلا بينا ده ايه شكل الفراخ كده اهو والرز شكله صراحه ايه مشهي فراخ المفروض ان ايه دايبه بقى ايه وبطاطس وسلطه ماشي دوق ايه البطاطس الاول يا جماعه كده اهو الرز متضايق منه ان هو بارد تعال ندوق كده البطاطس حلوه قوي البطاطس لذيذ صراحه الرز يعني ايه ما جاش قوي صراحه خش بقى فراخ ده الاساس بقى ده ايه شكل الدبوسه وصراحه فراخ ايه دايبه كده وجميله حاولت تعال حلو الفراخ حلوه جرب بقى البيبسي هنا بقى تحفه برضه على فكره الفراخ فعلا مستويه سوى جامد جدا وخطيره صراحه مستويه وتحسها متبله حلو يعني مش ناقصه حاجه يعني ممكن نقول الفراخ بالنسبه لي زي التوقعات صراحه 9 من 10 طارق ده 9 من 10 برده كان بقى اكل ايه ملخص اليوم يعني طب يا جماعه ايه زي ما شفتوا الشاي بقى على الحطب بقى والنار بقى ايه كمل بعد الاكل بقى ايه نخدم كده اهو اختار التجربه بصراحه اليوم جميل جدا بنصح اي حد ان هو يجي بس حاولوا تيجوا في الشتاء اكتر من الصيف في الصيف هيبقى حر اكتر مكان بكتير شويه ثمن العربيه ما قلتلكوش كان ب 1600 جنيه دي بتشيل حوالي 6 افراد فيعني فرنج حوالي 200 وشويه كل واحد فممكن الاكل بالعربيه حوالي 500 جنيه 550 حاجه فرنج ده بصراحه الناس قايمه بالواجب فحط لكم بقى ايه الكونتاكت بتاع ابو فهد لو حابين ايه تظبطوا معاه يعمل معاكم الواجب يعني تجربه حلوه تفصل دماغك خالص الاكل حلو جدا بالذات الفراخ خطيره يعني بس كده هستنى رايكم في الكومنتات لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب كنت معاكم مهندم مصري لب ودو اشوفكم على الجاي حاجات ايه يدوية الصنع اشتهر الفيوم بي الطمي النيلي الطمي النيلي الذي يستطيع ان تصنع منه لا ده المايك معاك احسن وافخر ايه ده انا بتكلم بجد وطبعا احنا عارفين طمي النيل يعني منبعه اصلا في من اسوان وفي منطقه هنا في المنيا مشهوره جدا معلومات تاريخيه مشهوره جدا بصناعه الفخار ومش عايز حد يراجعني